انت لو تشرب الصبا ده دقيقتين تلاته لازم ارى لك سوتاسيل في السيده اللي بتفكر. ها دقيقتين اتنين ماشي الصبا ده. والسماء ذات الحبوب. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. الله أكبر الله أكبر الله يكرمك يا رب. قتل الخاصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. قول اللهم صل عليه بقى دلوقتي احنا حبيبنا بس النبي طول بالك عليه شويه. احنا بقى المشاهد انا ابن صغير وبعدين معايا جنيه حيرني كنت تاخده وتقول لي شويه عجب بقى تشكر. ايه رايك اخر الليل؟ لا اخر الليل اسمعها دلوقتي حتى جينا للشيخ محمد جوه. طيب والسماء ذات العمق. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما الله 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 الله
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
الله ربنا يحفظك ربنا يحفظولك ويديم عليك نعمة ربنا يديك الصحة ويطول في عمرك ويجعل يومي قبل يومك يا رب يا سلام قال سل دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلم دخلوا عليه فقالوا لا الراس ده بقى شوفها يا روح انا بقى لي 8 سنين هو كريم يعني من الراس ده النبي النبي نفتك بالنبي ادخلوا عليه فقالوا سلام يا متجلي يا رب ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قال سلم ربنا سلمك هل